اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو هذا باش نشرحوا بنك سكريل العالمي والشهير، كيفاش نجمو نعملوا حساب في موقع وبنك سكريل، كيفاش نشحنوا البنك هذا ونستعملوه في برشا مواقع. نعرفوا سكريل هو بديل باي بال، يعني من جميع انحاء العالم نجمو نعملوا سكريل ونستخدمه. يعني جزء اول كيفاش نقوموا بالحساب هذا، والجزء الثاني كيف نقوم بشحن سكريل وكيف نولي ونجم نستخدمه في الشراء في برشا حاجات اخرين. باش نستخدمه في طريقة الشحن موقع بسيط، موقع يعمل اكسشينج ما بين بنك وبنك اخر. قبل ما ندخلوا للشرح في الامور هذه كل اللي حكينا فيها، ما تنسوا تشوفوا فيديوهاتنا السابقة في قناة عالم امين، شرحنا برشا حاجات. شرحنا كيما قاعد نشوفوا هون بيع الصور، نجمو نربحوا من بيع الصور من الانترنت، حاجة ممتازة جدا. الربح من الادسنس، الربح من العملات الالكترونية، والربح دون رأس مال عبر مواقع ممتازة، اعلانات ومهام، على كل برشا حاجات. وما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل اشتراك في القناة، تفعيل الجرس، جيم وكومنتير، واللي عنده اي استفسار واي تساؤل يتواصل معنا على الصفحة الرسمية بتاعنا عالم امين على الفيسبوك، تلقاوها في صندوق الوصف. ونبدأ في الشرح. كما قاعدين تشوفوا واجهة الموقع سكريل، نخلي لكم مقالة ممتازة باش نحكي فيها على الامور هذه الكل، تلقاو ورابط التسجيل سكريل ورابط معناتها اللي قلنا عليه الموقع نتاع الوسيط نتاع الاكسشينج ما بين البنك وبنك اخر. زوز المواقع هذه تلقاوها، وزوز روابط تلقاوها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. مقالة ممتازة نحط فيها زوز روابط هذه وبرشا حاجات اخرى. الفائدة ما علينا إلا نضغطوا على ريجستر باش نعملوا حساب جديد ونتسجلوا في موقع سكريل ونعملوا حساب جديد. تجيكم الواجهة هذه، تعمل الفيرست نيم اللاست نيم، تعمل البلد الخاصة بيك، أنا تونس، أنتم أي بلاد كان في العالم، الجزائر، مغرب، مصر، البلدان العربية والبلدان العالم الكل تلقاوها هون. وأهم حاجة زادة تخلي العملة اللي تحب تكون فيها حسابك على سكريل. ماذا بيك ما تعملش عملة البلد متاعك، ماذا بيك تعمل الدولار وإلا الأورو، معناتها الحساب تحبه أما عملة يكون لك. وتحط الإيميل الخاص بك أنت، وتخلي الباسورد. الباسورد هون كاركتير، يعني 8 حاجات، معناتها تتكون من أرقام وتتكون من حروف وإلا سامبول وإلا رموز. الفايدة هذا المتباس. وبعد تضغط على ريجستر وانت ولا عندك حساب من غير تفعيل ايميل، ما فيها باس، امشيوا للايميل وشوفوا، لكن انا شخصيا ما تمش تفعيل بالايميل. تدخلوا بعد الحساب متاعكم تلقاو هذه ثلاث حاجات، باي اون ليني تدفع عبر الانترنت، ولا كريبتو موني معناتها تدفع بالبيتكوين ولا بحاجة اخرى، وانفوي لارجون معناتها ترسل الاموال. هذو ثلاثة حاجات اللي تجم تعملهم في سكريل. انا ريت فيديوهات سابقة على سكريل، ريت مع تواجهة موقع جديد قديمة يطلب منك تفعيل ويطلب منك برشا حاجات وتخلي فلوس في بنك سكريل، لكن سكريل ولات الواجهة متاع موقع سكريل جديدة، ولات كما قاعدين نشوف فيها نهوني توا. ثلاثة حاجات تجم تعملهم في بنك سكريل، ما عليك الا تختار الحاجة اللي تحب عليها وتضغط على ديماري. احنا معنا صفر في الحساب، عملناه حساب جديد. اذي انا حاجة معناتها عملتهم سابقا الامور هذي، عملت لكم كابتور وديكرون صورة التقطتها من الحساب متاعي. الفايدة تضغط على ادريس، وكان تحب تعمل ادريس اخر والمدينة اللي تكون فيها والكود بوستال الرقم البريدي ودات دو نيسانس معناتها وقت الولادة وقتاش تولدت، وهوني تعمل رقم الهاتف، تعمل الرمز الخاص بالبلد متاعك، انا يعني في تونس بلس 216، وتحط رقم الهاتف الشخصي متاعك. وبعد هوني يطلب منك بين كود، بين معناتها فايدة هو معناتها حماية الحساب متاعك انت في صورة ما تسرق الحساب متاعك والاخترق، انك تعمل 6 ارقام وما لازمكش تنساهم. الفايدة هذا هو البداية في موقع سكريل، وتو نشوفوا كيفاه نشحنوا في الحساب متاعنا في سكريل ونجمو نستخدموه بصورة طبيعية. وتو باش ندخل حسابنا بعد ما انشأنا حساب سكريل،
ضغطوا على لوك ان ايميل والباسورد، ضغطوا على لوك ان. ثم اجراءات حمائيه، شخصيا التكست ايميل معناتها يوصل لك كود للهاتف الجوال نتاعك ما يوصل لكش، معناتها تعاود مرتين ثلاثه ما توصل لكش. احسن حاجه تعمل الايميل الخاص بك انت، يوصل لك كود على الايميل وتفعل الحساب وتجم تدخل لحسابك في سكرين. وبعد يطلب منك البين اللي كتبناه في التسجيل مسبقا، ما يلزمكش تنسى البين. هذوما زوز اجراءات حمائيه باش تدخل الحساب نتاعك، مع حمايه عاليه لموقع سكريل، ولا تقلق شويه كل ما تحب تدخل للحساب نتاعك في سكريل تعمل على مرحلتين باش تدخل للحساب نتاعك. عملنا المراحل اللي شرحناها هذه، باش تعمل ريسيرش يعني باش تشحن الحساب نتاعك في موقع سكريل. انا جربت بكارت دينار بكارت محلية ولا حاجة، ما نجمت نعمل حتى شيء، لازمك كارت انترناسيونال فيزا ولا ماستر كارت. شخصيا احنا في معناتها البلدان العربية ذولي ما نجموش نعملوا كارت انترناسيونال، ولا يمكن في البلدان العربية شخصيا في تونس ما نجموش. الحل الوحيد باش نستعينوا بمواقع متاع اكسشينج، مواقع متاع تحويل من بنك الكتروني لبنك الكتروني اخر. وهذا شنو باش نعملو تو، وهذا الموقع اللي باش نحكيو عليه باش نقوم بالتبديل وبالاكسشينج ما بين بنك الباير وبنك سكريل. الموقع اسمه موني اكسشينج سفينة، موقع جديد وموقع صادق ووصل لي الاموال متاعي. تلقاو هذا الرابط زادا اسفل الفيديو في صندوق الوصف في المقالة اللي حكيت لكم عليها، باش تلقاو الموقع هذا وموقع كيفاش نشحنوا معناتها نقوموا بانشاء حساب وبنك في سكريل. ما علينا الا نوصلوا للمقال ونضغطوا على كرييت اكونت. الحساب بطريقه سهله تجم تقوم به، طريقه روتينيه طريقه عاديه. وصلنا نحطوا الايميل ادريس الخاص بنا اللي باش نسجلوا فيه في موقع موني اكسشينج سفينه، تحط الباسورد كلمة المرور وتعيد كلمة المرور، تضغط جو سوي با ان روبو لست بروبوت باش مع تتأكد اللي انت ماكش روبو اللي انت انسان. تضغط على اي اجري ويذ تيرم اوف سيرفيس، تضغط على ريجستر وتضغط على ريجستر، وبعد تمشي للايميل اللي سجلت به في موقع موني اكسشينج سفينة وتقوم بتفعيل الحساب متاعك. توا باش نقومو بعملية التبديل، ما علينا إلا نضغطو على نيو اكسشينج باش نبدلو من بنك الباير الشهير والمعروف لبنك سكريل باش نجمو نستخدموه في برشا حاجات تحبوا عليها. نعرفو برشا من الناس تلقى صعوبة ومشاكل كيف تشحن حسابها في سكريل، هذا حل ممتاز بالنسبة ليهم. نضغطو هوني ونختاروا الباير، باير يو اس دي، باش نختاروا باير بالدولار الامريكي، ونحطوا وين نحبوا نوصلوا الاموال الخاصه بينا. احنا شخصيا باش نعملوا سكريل يو اس دي، نحبوا الاموال توصل للسكريل. ونختاروا الرصيد اللي نحبوا نوصلوا مع دم الباير للسكريل، توصل لنا 1.5 دولار لبنك سكريل. كما قاعدين نشوفوا هوني رصيدنا في الباير 29.73 دولار، وهوني في سكريل عندنا حساب صفري ما عرفناش كيفاش نشحنوا بالموقع موني اكسشينج سفينه. نجمو نشحنوا الاموال نتاعنا، نضغطوا على اكسشينج، لكن هوني يقول لنا الحد الادنى باش تعمل مبادله من الباير لسكريل لازمك 5 دولارات. ما ثم حتى مشكل، نكتبوا 5 دولار باش تكون معلومه ليكم انتكم الحد الادنى هو 5 دولارات. ضغطوا على 5 دولارات توصل لنا 3.75 دولار. ضغطوا على اكسشينج، يعني ثم اقتطاعات بالطبيعه، اي اكسشينج واي وسيط ياخو اقتطاعات. هوني نزيدو ناكدوا العمليه، 5 دولار كما قاعدين تشوفوا هو الدولار يوصل لك على 0.75.
معلينا معناتها 0.25 اقتطاعات من الموقع هذا. على كل نحطوا الايميل اللي سجلنا فيه في موقع موني اكسشينج سفينة، وتحط الايميل تاع سكريل الخاص بك انت اللي قمت به بانشاء حسابك على سكريل. تضغط على جو سوي با ان روبو وتوافق اي اجري ويز تيرم اوف سيرفيس، توافق على كل الشروط نتاع الحساب هذا والموني اكسشينج. الفايده يقولون لنا هوني بيندينغ العمليه من 5 دولار توصل 3.75 البنك سكريل، مازالت ما هياش رسميه. نمشيو للبنك الباير، يوجهنا للبنك الباير، نختاروا باير يو اس دي. بنك الباير ياخذ 0.05 اقتطاعات اكاهو، يظل 1%، يعني موقع وبنك الباير ممتاز برشا. على كل نضغطوا على كونفيرم العمليه هذه باش ناكدوها، باش نجمو نحولوا اموالنا من بنك الباير البنك سكريل، ما ثم حتى مشكل. نزيدوا ناكدوا مره اخرى، يعني عمليه سهله، معناتها عمليه بتاع التبادل ما تطلبش برشا وقت وعمليه امنه، خير من اللي تتعامل مع ناس اخرين. على كل يقولون لنا سكسس، العمليه تمت بنجاح، احنا توا في الانتظار، يعني مش ننتظروا بعض الوقت وتوصل لنا اموالنا البنك سكريل. وتم تحويل 5 دولار البنك سكريل في ظرف ساعتين. تو نشوفوا الاثبات السحب، وصلنا البنك سكريل، يعني انت واكسشينج سفينه موقع صادق ويوصل الاموال. نشوفوا هوني الاكسشينج اللي عملناه، انا قمت باكسشينج واحده في موقع موني اكسشينج سفينه، يعني ساعتين فقط كما قاعدين نشوف هوني. كما قاعدين نشوفوا 3.75 دولار وصلت لحسابنا في السكريل، وحتى واجهة الموقع تغيرت، حيتنا حطينا فلوس في بنك وموقع سكريل، يعني الموقع موني اكسشينج سفينة موقع صادق. وانا الارباح اللي حصلت عليها في بنك الباير حاولت السكريل، فماشي ما نجم نبيعهم ولا نستخدمهم في مواقع اخرى. يعني الطريقة الوحيدة هي تشري من عند شكون رصيد في بنك الباير، وإلا تخدم على روحك في مواقع تدعم بنك سكريل، وأرباحك توصل للبنك سكريل، وبعد تشوف إيش تعمل بها. طيب إن شاء الله أنا في حلقات قادمة نشرح لكم مواقع نجمو نربحوا منها ونوصلوا أرباحنا للبنك سكريل. باش نرجعوا الموقع موني إكسشينج سفينة، تجم تربح زادة بطرق أخرى بالطبيعة، الريفرل ورابط الإحالة الخاص بيك، كونك تستدعي أصحابك باش يعملوا مبادلات من بنك البنك عبر موقع موني إكسشينج سفينة وتاخو عمولة بواحد بالمية. زادة تجم تربح من الموقع، تعمل فيديو على موقع إكسشينج متاع موني إكسشينج سفينة، تجم تربح من 1 إلى 5 دولار. تبعث لهم الفيديو اللي عملته ورابط متاع اليوتيوب الخاص بيك، وتربح من 1 إلى 5 دولار حسب ما يراجعوا الموقع. شخصيا ما معرفتهاش مع توين بالضبط، لكن اللي يحب يعرف بلاصة تعمل مراجعة وتربح من 1 إلى 5 دولار يجم يتواصل معايا على الصفحة الرسمية متاعي على فيسبوك على مامين القوى اللوطة في صندوق الوصف. انا ديجا هذا الفيديو اللي نصور فيه توا باش نبعثوه لهم، تو نشوف منين بالضبط، هكا ما عرفتش منين. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد من العالم امين، نشرحوا مواقع ربحيه، نشرحوا بنوك الكترونيه، وبرشا برشا حاجات تخص الربح من الانترنت. الى اللقاء.